سريعا جدا نلقي طبعا حركة سريعة بالنسبة إلى الأسواق العملات. نشاهد يعني هناك نوع من الانكفاء للدولار، اليورو مقابل الدولار يعود مرة جديدة إلى 1.1770، الدولار مقابل الين متفوق الدولار على الين فقط، أما باقي العملات نشاهد تراجعات متباينة. فمثلا مقابل الأسترالي نشاهد قفزة للأسترالي ب 16%، الاسترليني يعود ويحاول أن استعادة مستوى 1.29، نيوزيلندي أيضا يرتفع ب20% إلى حوالي 66. شاهدنا الأسترالي، نيوزيلندي، الاسترليني طبعا قفزة على الدولار دائما، واليورو ابتعد نوعا ما عن المستويات اللي كان يسجلها قبل 3 أسابيع عندما وصل يعني قفز فوق مستويات 1.19. مزيد من التفاصيل حول العملات معي ريتشارد بيري محلل الأسواق في هانتك ماركتس، أهلا بك معنا في هذه الفقرة. يعني بداية فقط شاهدنا بعض الخروقات بملف البريكزيت، ولكن حركة الاسترليني تقريبا الاسترليني متريث في التحرك، يميل أكثر إلى الهدوء، كان في تقلبات عالية جدا في الأسابيع الماضية، هل ممكن أنه دخل الاسترليني على المدى المتوسط نوع من الهدوء عليه؟ I think would come if they get some sort of Brexit agreement through, and then we can start to see. طبعا إذا كان هناك اتفاق على البريكزيت فسنجد اتجاها صاعدا في الاسترليني. طبعا ستكون هناك عملية مفاوضات مستمرة، ومن المؤمل أن يكون هناك اتفاق في 16 أكتوبر تشرين الأول، ولا نعلم إذا كان ذلك سيحصل. طبعا الجانبان ما زالا متباعدين نسبيا وهما يتجهان إلى اتفاق، لكن هذا الاتفاق يجب أن يبرم، وإذا حصل هذا الأمر في الأسبوع المقبل فإن الاسترليني سيحقق قفزة إيجابية وسيظهر قوة من جديد. الاتفاق التجاري بالنسبة للمملكة المتحدة هو أمر مهم على المدى المتوسط ليسمح للاسترليني بأن يقوى بناء على ذلك. نعم، ما مدى تأثير الانتخابات الأمريكية على الدولار بالتحديد، وكيف ستستفيد العملات الأوروبية من ذلك، إن كان اليورو أو الاسترليني أيضا إذا تلقى بعض الدعم من الدولار ليس من البريكزيت؟ Well, I think that the dollar moves are a key, basically, for the forex major. أعتقد أن تحرك الدولار مهم بالنسبة لهاتين العملتين. كيف ستتجاوب الأسواق مع ترامب ومرضه بكورونا؟ هذا أمر مهم. لكن أيضا يجب أن نشير إلى أن استطلاعات الرأي تشير إلى فوز بايدن، ويبدو أن المعدل الوسطي لاستطلاعات الرأي يشير إلى تقدم بايدن ب8 إلى 9 نقاط، وكلما كان أقرب إلى الفوز ستكون هناك حالة استقرار أكبر في السوق، لأنه إذا فاز بايدن بالرئاسة وحتى سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ أيضا سيكون هناك دعم مالي كبير سيمرر، وهذا الأمر سيدعم شهية المخاطرة، وسنجد اليورو يرتفع وسيرتفع الاسترليني من خلال حقيقة أن الدولار سيضعف و الاسترليني سيرتفع واليورو دولار سيرتفع، وهذا الأمر سيسمح للدولارين النيوزيلندي والأسترالي أن يستفيدا. إذن من المهم أن تنظر الأسواق إلى نتيجة الانتخابات الأمريكية في الأسابيع القليلة المقبلة. شكرا لك ريتشارد بيري محلل الأسواق في هانتك ماركتس على هذه المعلومات. سريعا نذهب إلى الأسواق الأمريكية قبل الختام. نشاهد الدو ما زال المكاسب طبعا، والدو عند مستويات فوق 28,000 وحوالي 200، أما السوق الأمريكي مرتفع ب1.25 نقطة مئوية وفوق مستويات 3,400 نقطة. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة، وتحيات المخرج سلمان زين الدين، شكرا لكم، نلتقي معكم غدا أيضا.